السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. بصوا كده يا جماعة، انا لقيت حاجة حلوة جدا فقلت ان انا اشاركها معاكم، حاجة ممكن تفيدكم وفادتني انا بصراحة. بصوا، كتير قوي لما انا كنت ببقى عايز اكتب مثلا اسمي قدام حاجة فلازم اكتب مثلا محمد تحسين، تمام؟ فاكتشفت ان في حاجة في الاكسل حلوة جدا ان ممكن تكتب ام تي مثلا يكتب لك محمد تحسين. بص اهو ام تي محمد تحسين، دوس انتر بس ام تي اهو دوس انتر محمد تحسين. ده انا اقول لك بقى على حاجه اغرب واغرب، ده انا كمان بقى لما كنت ساعات بعمل حاجات بحط اليوم بتاعها قدامها، يعني مثلا خلصت تاسك مثلا فبحط الديت بتاعها قدام، فكنت اعمل ايه؟ دي دي دوس انتر جابت لي اليوم بتاعها، جابت لي معادله توداي اهي كمان دي دي انتر. ده انا اقول لك بقى على حاجه اغرب واغرب كمان، ده في كمان لما انت تكتب مثلا سبس دوس انتر اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس. انا قصدي الفكره في ايه؟ ان انت تعرف في حاجات انت بتستخدمها بشكل دوري فممكن تختصرها بكلام او بحروف، بمجرد ما تكتبها هي تقرا على طول الحركه دي. يعني مثلا سبس دي اللي انا كتبتها سبس عشان سبسكرايب او اعملوا اشتراك، مثلا ام تي محمد تحسين، مثلا دي دي توداي، وهكذا. ازاي نعمل الحركه دي؟ هقول لك. هندوس على فايل فايل، وبعد كده نيجي ننزل هنا حاجه اسمها اوبشن. اوبشن دي ممكن تلاقيها بقى في الحته دي كلها. اهي في حاجه اسمها بروفنج، بروفنج اهي. في حاجه اسمها اوتو كوريكت اللي هو بيعمل لك اوتو كوريكت. كل عليك بقى انت تعمل بقى اوتو كوريكت. يعني انا كاتب مثلا دي دي فكاتب لي توداي اهي، مثلا ام تي فجايب لي محمد تحسين اهي اهي، مثلا سبس اهي اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس، دوس اوكي وخلاص على كده. بعد كده تدوس اوكي هنا وتسمع الكلام. فدي ممكن تفيدك انك تعمل حاجه اسمها زي شورت كات او حاجه اسمها اوتو كوريكت، دي تفيدك قوي في شغلك. بس كده وكده تمام، كده خلصت. فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشرشاجي، والسلام عليكم. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.